ولاية تيزي وزو والتي أحيت إذن ذكرى 57 لاستشهاد ابنها البطل العقيد عميروش أي تحمودة بحضور وزير المجاهدين الطيب زيتوني وكذلك السلطات المحلية والعسكرية وعدد من قدماء لاعبي شبيبة القبائل والكثير من المواطنين ممن قدموا من كل مكان ليقفوا وقفة اعتراف وتقدير لأحد أعلام الجهاد الذين حرروا هذا البلد. التفاصيل مع صفية إبرودان. العقيد عميروش الذي ناظر وشاهد وكرس كل حياته من أجل كل الجزائر. عميروش يسال فيه من وهران أي من تمسال إلى تبسة ومن تيزي وزو إلى تم الراسد. استشهدوا على كلمة واحدة، موقف واحد، مبدأ واحد، هو استقلال الجزائر والتضحية بالنفس والنفيس من أجل الجزائر والجزائريين كافة وعمدا. كل الناس اللي جاوا حضروا ذاكير، أما دي مزناغ انتسب تقومون، أما دي مزناغ الولايات نتزوزون الولايات النظام، أما دي مغناسا نكبر نديوس نسا أو نيني تجمي ثم قرات أقلي ولا غيك لا يبادن من الألارة السنين 40 50 هيك وسند سكي ورنا.